خبر الأسبوع اليوم من صحيفة سبق، وهو متعلق بالحدث الأكبر الموجود اليوم في السعودية في الجانب الرياضي، وهو مانشيني مدرب المنتخب حينما صرح وقال أعتذر عن خروجي المبكر بركلات الترجيح، توقعت أن المباراة انتهت. حديث موسع في هذا الموضوع بعد ما نشوف خبر الأسبوع ونرجع. أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن مغادرة مانشيني قبل تنفيذ الركلة الأخيرة أمر غير مقبول نهائيا، وقال لا نقبل تصرفه، لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين وشكرهم على الأداء المشرف وواساهم، لأن اللاعبين متأثرون بهذه الهزيمة، وكعمل فني لدينا رضا تام. وقال المسحل سوف نجتمع مع المدرب ونعرف ما الذي حصل، ويحق له توضيح وجهة نظره، وسنرى بعدها الإجراء المناسب. من جانبه قدم مانشيني مدرب منتخبنا الوطني اعتذاره عن خروجه المبكر من الملعب أثناء ركلات الترجيح، وقال توقعت أن المباراة انتهت. شكرا للزميل أحمد عبد الكريم. وخلونا نقول قبل ما نناقش هذا الموضوع أنه حظا أجمل لنا ولمنتخبنا الوطني إن شاء الله في الاستحقاقات والمنافسات القادمة. كلنا يعني توجعنا وتألمنا من هذه الخسارة، كلنا كنا نتمنى ونأمل ونرغب ونرجو أننا نصعد إلى دور الثمانية، كلنا كنا متفائلين إلى اللحظات الأخيرة أن المنتخب السعودي يحقق الانتصار، ولكن هذا حال كرة القدم، يعني أنت دائما وأبدا معرض للانتصار ومعرض للخسارة صار فيها. إن شاء الله حظ أجمل لنا في الاستحقاقات القادمة، يمكن أقرب شيء إحنا مقبلين عليه تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله يكون لنا يعني نصيب وافر منها ومن التطور الكبير لمنتخبنا. الحسرة موجودة على الخروج، ولكن في المقابل الدعوات إنه القادم يكون أجمل يا رب. التعليق عندك دكتور. شكرا يا أبو يحيى. أول شيء خلينا نقدم شكر كبير للجمهور السعودي في قطر. الحقيقة والله نعم، أرسلوا لي قطريين صحفيين أصدقائي قالوا يا أحمد تكفى، إذا لك أصحاب خلهم يقعدون، إنه أعطوا ملح البطولة كلها. الحقيقة رقم واحد كان الجمهور السعودي لا حضورا، والاتحاد الآسيوي أصلا كان متخوف إنه لو خرج المنتخب السعودي قد الملعب يصير ما فيه إلا نعم. وخلني أضيف شغلة إذا سمحت لي دكتور، غير فكرة إنهم ملح البطولة، غير هذه الفكرة، فكرة المؤازرة القوية للمنتخب السعودي، هذا الحضور، الإيمان باللاعبين، بالمنتخب، بما يقدم، التفاؤل بأنه ناخذ خطوة أبعد، هذه بحد ذاتها بصراحة تستاهل الشكر والتقدير والتحية. وأعتقد إذا في ملمح مهم جدا في البطولة هذه كلها فيما يخص مشاركة المنتخب فأول شيء الجمهور السعودي. أيوة. بعدها عدد المكاسب اللي عندك. تفضل. أحسنت. وهذا ليس كلامنا احنا، يمكن نقول احنا سعوديين وبالتالي نحب. انا شفت تصريحات الاتحاد الآسيوي والقطريين انه ارجوكم ارجوكم يعني ابقوا معنا، لانه فعلا انت تتخيل انه 3/4 المدرج حيخلى اذا خرجت السعوديه. انا اول شيء شوف اصدقائنا اللي غردوا وانت تعرفهم، اول شيء انا التمس لهم عذر، كانوا منفعلين وحادين امام حب الوطن، الواحد ينفعل امام تطورات في آسيا، تعرف حنا رواد آسيا، ملوك آسيا، كعبنا العالي في آسيا، هذا كله أن نخرج من دور 16 هذه شكلت صدمة. خلينا نستعرض بشكل سريع حبايبنا، وأنا ما ألومهم، حبيبنا أبو خالد محمد البكيري قال أنه تصرف جبان من المدرب أنه يترك الملعب، والمدرب قد يكون عنده كمان حسابات، وهو قال أنه تتوقع أنه البلايتيات انتهت، وقدروا أنه هو هذا فريقه هزم، وأنه ضغوط نفسية حيتحملها، هذه واحدة. محمد البكيري قال انه مدرب جبان وطالب انه ايضا اقاله اتحاد كره القدم، وهذه ايضا اعتقد انها امور عاليه شوي، يعني ما ودي ننفعل الى هذه الدرجه، انه كلنا نشعر بمرات الخساره، لكن ايضا ترى في جوانب ايجابيه في البطوله حنقولها بعد شوي. جمال عارف يقول يعني مستوانا في من بدايه البطوله يعني ما كان بذيك القوه، فبالتالي خروجنا بضربات الترجيح هذا امر يعني وارد. حبيبنا بتال القوس أشار إلى تناقضات المدرب، وأشار إلى أنه المدرب يعني تناقضاته، هو اسم كبير ونحترمه، لكنه لا يقدر أنه يدرب المنتخب السعودي. أحمد الفهيد يعني أشار إلى نقطة مهمة، قال أنه اللاعبين اللي يلعبون في المنتخب الأساسيين بعضهم احتياط في أنديتهم، وهذه النقطة ما انتبهناها، ما يعني ما جت في البال، يعني بالذات الحراس الأربعة كلهم احتياطيين في أنديتهم. خالد الشنيف يقول أنه المدرب لم يحترم اللاعبين ولم يحترم البلد، كل هذه التصريحات أنا مقدرها وعارف أنها تصدر من انفعالات وطنية صادقة جدا.
أغلب الشتائم وأغلب النقد جاء على المدرب. أنا أعتقد المدرب لا يتحمل كل هذا الشيء، يعني لا يتحمل يا أبو يحيى. خلينا نشوف المدرب. المدرب زي ما تفضلت أنت قبل الحلقة أخذ الفريق يعني قبل كم شهر شهرين من البطولة، هذا واحد. أربع شهور تقريبا. أربع شهور. ثانيا واضح المدرب أنه يبني فريق للبطولات الجاية كأس العالم، هو يؤسس الآن فريق. الفريق كان ماشي أداؤه زي ما قلت أنت إلى الدقيقة 120 أو الدقيقة 90 وحنا متأهلين وفائزين في آخر لحظة، يعني ليس ذاك الفريق اللي خرج ب خرج ببرود، خرج بقهر الى الان وصى الناس الى الان ما في حلم، ما هم مصدقينه في الدقيقه 90 ان الفريق هذا يجيب الهدف ويجيب التعادل. ضربات الجزاء تعرف غير محظوظه، بعض اللاعبين ناقصين الخبره، ايضا الناس ربطوا في موضوع الاستبعاد السابق، بدت التصفيه، بدت النقوديه، النقود كلها النقود يعني انتقادات تلبس نظارات الأندية، إنه وين اللاعب، إنه كذا، كل واحد صفي حسابه مع المدرب بناء على خلفيته الرياضية. حبيبنا أبو سعد فهد المحياوي يعني ركز على نقطة الأساسيين، إنه يعني ما دام عنده 9 لاعبين أجانب أو 8 فأكيد إنه قد يكون 3 أو 4 لاعبين احتياط في أنديتهم ويلعبون في المنتخب أساسيين. أنا كل اللي أقوله أقول لا نحمل المدرب كل الأخطاء، المدرب ليس عصا سحرية. أنا أعتقد أنه المدرب يتحمل خلينا نقول 30%، اللاعبين يتحملون أنهم ما يعرفون بعض، الخبرة اللاعبين أيضا. يا أخي لين اتجاه الفريق الكوري، ترى أنت ما انهزمت من فريق ضعيف، أنت من هزوم من كوريا التي مرشحة الآن للفوز ولا لا؟ نعم. يعني كل هالمبررات ما أبرر، لكن أقول هذا ترى منتخب جديد نصبر عليه. نعم. والله نصبر عليه. نعم أنا معك في كل اللي تقوله دكتور، يمكن كان بس الموضوع إنه مانشيني واعتذاره. أنا عندي وجهة نظر شخصية إنه حتى وإن سلمنا بكلام مانشيني إنه أنا توقعت إنها انتهت، حتى لو كانت انتهت فعلا، لنفترض إنه ضربة عبد الرحمن غريب هي الأخيرة، تمام، في كل الأحوال خروجك ما كان جيد. صحيح. يعني حتى لو كانت انتهت. صحيح. يعني اليوم اللاعبين يحتاجون القائد والمسؤول، يحتاجون أن يكون موجود معهم في وقت الشدة أكثر من وقت الرخاء. هذا يعني إيش القيمة أنك تحضر في وقت الفرح بس؟ هذا فيعني حتى لو سلمنا إنه العذر والمبرر اللي قاله حقيقي، برضو في كل الأحوال مفروض ما تمشي، مع اتفاقي إنه ما نحمل كل شيء من الألف إلى الياء للمدرب، ومع إنه نستفيد من هذه التجربة، وإن شاء الله القادم أجمل لمنتخبنا. أنا معك، أقول لك شوف يا لا يتحمل كل شيء، لكن التصرف الأخير اللي سواه غير مقبول تماما، ويجب أن يعتذر منه ولا يتكرر، لأنه القائد أصلا لا يمكن قائد في العالم يترك الجنود في المعركة ويذهب أبدا. نعم. آخر من يذهب. نعم. أنت دكتور أعطيت كم دورة في موضوع القيادة وتحمل القائد للمسؤولية في كثير من الأشياء. نعم. اليوم إحنا نشوف مدربين على مستوى أندية وعلى مستوى العالم أحيانا يحمل نفسه الخسارة حتى لو ما كان هو السبب فيها، بس علشان يشيل العبء عن اللاعبين ويبدأ يصحح في القادم. صحيح. وبعدين هذا اليوم عدنا الجشتنية كتب تغريدة جميلة، قال ثقافة إقالة المدرب لازم نخفف منها. أجيب لك مثال حصل في أمريكا كبير. مرة كان رئيس تنفيذي في شركة ارتكب حماقة وخسر الشركة يمكن 4 مليون دولار، فالمهم مجلس الإدارة قالوا نعفيه، فاللي بيده القرار قال أنتم مجانين تعفوه. الآن هو تعلم فينا وخسرنا 3 مليون، يروح لشركة ثانية بعد ما استفاد من الخطأ، قال الآن جاء وقته. أنا أعتقد المدرب الآن بعد ما تعارك معنا وتعاركنا معه وعرفنا وعرفناه وعرف أخطاء وعرفنا أخطاءنا، الآن جاء وقت. يعني هم زي خلينا نقول حياة أسرية، اختلفوا الأم والأب والأولاد، بعدين وصلوا الاتفاق، لما وصلوا الاتفاق تفرقوا. لا، حنا الآن أنا أعتقد الآن جاء وقت قطاف المدرب الجديد ذا، جاء وقت أنك تأخذ الزبدة منه بعد ما مر بكل، لا غيرنا وجبنا جديد، نفس المحطة ارتكبناها أخطاء ونفس الحكاية. طيب. تتكرر. ويظل لكل واحد وجهة نظره رأيه اللي يحترم. صحيح. يعني في كل ما يطرح. إيش رأيك نروح لفاصلنا الأول؟ يلا بنروح للفاصل، وبعد الفاصل بنلقاكم في برواز ومزايين الكتب، خلوكم قريب.